من الحرفيين القدامى في سوق المحاميد اللي قريب من الإمام مسلم. احنا كنا في الرشا عشوائيين نزاولوا الحرف ديال الحرف بائع الخضر والفواكه اللي سيارته معروفة وابن له السيارة كذلك معروفة. كنا نزاول المهن ديالنا. وفي سنة 2012 اجتمعنا مع بعضنا وقلنا لازم نكونوا جمعية اللي تمثلنا أمام السلطات وتقوم مقامنا وتطالب بما نستحقه. فعلا كوننا ديك الجمعية، دعمناها ماديا ومعنويا واخترناها وسارت تنوب علينا أمام السلطات اللي يعني الأمر. في سنة 2016 وجد السوق ديال المحاميد سعود مولة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي كان سيدنا الله يحفظه ورعاه، سوق من أروع الأسواق. فرحنا بغاية الفرح وانتظرناه كثيرا، لكن للأسف الشديد في 2016 قول أعطونا وزعوا علينا التزامات وقالوا لنا صادقوا عليها، فيها بنود بأننا غاد ناخذ الأماكن ديالنا واللي خد المكان ديالو ما يرميش الزبال حشاك، ما يفرش في الطريق، يلتزم المكان الذي أعطي له في السوق. فرحنا غاية الفرح. لسبب من الأسباب تأخر السوق واغتنموا فرصة كورونا. الحرفيين مشاو في حالهم، كانوا يخافوا من ردة الفعل ديالهم لا تقصاو بعضين. الحرفيين مشاو في حالهم والأمور كانت محدودة وداروا القرعة في غيبة هؤلاء الناس وفعلوا ما فعلوا في اللائحة. جاءوا بأسماء جديدة غير معهودة وغير متداولة وغير معروفة. قبل القرعة بيوم أخبرني واحد منهم قال لي راه أنت لقينا اسم القرعة راه تجي نهار 22 ولقينا اسمك غير موجود. قلت له وما السبب؟ قال لي في غفلة منا أقصوك. قلت له لا يمكن، أنا مرضت في 2018 وما قدرتش نزول العمل ديالي والسلطات كلهم كيعرفوني وعلاقتي بهم طيبة وعرفوا ظروفي وعرفوا أحوالي، ما غاديش هذا هو السبب اللي نتقصى به. قال لي هذا هو اللي كاين. قلت لي ما عليك، مشيت عند السيد الباشا قبل إجراء القرعة بيوم. قلت له سيد الباشا الله يخليك، القرعة اللي بغيت تجرى نهار 22 راه اسمي غير مدرج في اللائحة، ها وضعي وها وضعي وها وضعي، راه كلشي كيعرفني. قال لي أنا بنفسي ما كنعرفش شكون اللي اسمه كان شكون اللي اسمه ما كاينش. قلت لي أنا مواطن عادي وكنعرف اسمي بلا راه ما كاينش في القرعة اللي بغيت تجري غدا. وجريت القرعة كما خطط لها يوم 22، ما كانش اسمي موجود. واحد ولدي حطوه في لائحة الانتظار، معناها داكشي مقصود مع سبق الإساءة والترصد. رجعت عندهم قلت لهم يا صحابنا علاش أنا قصيتوني؟ ظرفي نعاني من مرض وولدي اللي كاينو بعديا وعلى وليداته حتى هو درتو لي هك، هادشي راه ما معقولش. قالك سيدي ما اللي وقع هو هذا. المهم على كل حال حنا غادي نتابعوا الموضوع، راه هؤلاء المقصيين كلهم ما غنتخلاوش عليهم وعلى راسهم انت مثل سي توكلوا على الله. مع مرور الايام كنمشي صورت اللوائح في التليفون ديالي وكنقراهم، كنلقى ديك الاسماء غير معهوده، الاسماء ما كايناش. اخذت النسخ وعرضتهم على السواقه الفراشه اصحابنا اللي في المحاميد سعود واللي في بوعكاز واللي في القواص، يعرفون واحد من عشره. وبدات التمس وكانت لي الجراه وصرت ابحث في هذا الباب. أخذ مني وقت كثير بالرغم من حالة الصحية المتدهورة، فوجدت حرقا فادحا ومبادرة وطنية رعاها عائل كريم دوبهت وكان منها ما كان. تسلحت بالمعلومات، حصلت لي الشجاعة، جيت عندهم قلت لهم ما كان لكم أن تفعلوا هكذا. عيب، يا ريت كان هاد الأراميل وهاد العيالات اللي كتعرفهم بالاسم وعندهم أيتام وعندهم ظروف خاصة تعطيهم بدون قرعة. وساعتا أنا ما بغيتش، ولكن هادشي اللي درته الله ما كيرضى بيش. قال لي عليك أن تذهب إلى الرباط. قلت لي عندما نلقى في مراكش
ما يسمع لي حد غادي نمشي للرباط وفوت الرباط اللي هي رباط العاصمه المملكه نمشي ليه وكاين لازم نمشي. بقينا بين اخذ ورد. كاتب السيد الوالي واظن ان الرسائل ما وصلتهم. كاتب السيد الباشا هو على علم مما جرى مؤخرا وليست له يد في هذا. رجل صريح ورجل صادق ورجل متفاهم وهو هذا لخير، لكن امام هول ما وصلت اليه من اختلاسات وتزويرات وتغيير في اللائحه واقصاء الحرفيين الحقيقيين واحلال محلهم بأناس اخرين لا علاقه لهم بالسوق، نتحداهم يجيبهم للسوق ويحطوهم في بلايصهم. جابوا الاسماء واستفادت الاسماء وجابوا الناس باعوا لهم. هذه الاسماء كلها اغلبهم باعوا ما بين 6 مليون 12 مليون البلاصه، وكاين البلاصه كتسوى 14 مليون 16 مليون. وانا عندي ما يثبت والكلام هذا كله نحاسب عليه امام القانون، وانا كنحط نفسي امام اي سلطه تاخذ في اي قرار ان كان كلامي هذا غير صحيح. نتحداهم يجيبوهم ناس غرباء وبالاسم نعرفهم. خديت وقت كبير وجرأة كبيرة حتى لممت هذاك جمعت شيء منهم، ما جمعتش كل شيء، باقي كثير. هاد جوج الناس سرقوا ما يقرب من 100 بلاصة، وكنت دائما كنقول لهم إلا طلعتونا على اللوائح وعلى صور البطائق الوطنية للمستفيدين يوم الاستفادة نعيدكم بالمفاجأة. والمفاجأة واردة بدأت تطل. علاش؟ واحد اليوم طلبوا منا نمشيو أمام البلدية، هما تفادي للإحراج وتفادي لأي واحد يكون طاهر من المقصيين ويتخذ شي قرار ولا حاجة، قالوا نمشيو عند البلدية وعملوا شي إزعاج السلطات باش تثيروا انتباههم وحنا نبقاو ندعموكم حتى تاخذوا أماكنكم في سوق يقال له الضوي في الخيال. ما كاين سوق يقال له الضوي في الاسم، بالاسم فقط. ذهبت معهم وألقيت نظرة على المتظاهرين نلقاهم هما الحرفيين الحقيقيين. قلت في نفسي شكون اللي خدا هاد السوق؟ ملي هاد الناس ها هما كيتظاهروا ما شاديينش بلايصهم، شكون خدا هاد السوق؟ عاودت من جديد واستعملت وسائل الخاصة ولقيت معهم سيدي فقط من البلاصة دوا جوج الناس، أمين المال وأخوه نائب الرئيس، وعندي ما يثبت ونعاقب على كلامي هذا ان كان غير صحيح. على كل حال ساروا يساومونني، قلت لهم لا مساومة، ما خديتش بلاصتي في الاول ناخذها بحق ولا ما ناخذهاش، وما بقاش كتهمني بلاصتي، كيهموني هاد الناس اللي قصيتو. وحده عندها خمسة الاولاد يتامى، وحده عندها ثلاثه، وحده عندها جوج، وحده عندها جوج توفى زوجها في السوق وشردت ووقع لها وضع مأساوي. اشنو هو الوضع المأساوي؟ مشات مع العيالات مشاو للصبليون تخدم داك الفلاحه الموسميه، وتخلفت عن الركب بسبب كورونا، وهي الان مشرده في الصبليون لا حد ما صابت كيفاش تجي، ولادها ما عندهمهم كيبكيو، وضع مأساوي. وحتى هو مسكين من هاد الناس المقصيين ضمن الوعدون، زوجته من زوجته تقرب اليهم، وهو بحكم اقصائه المتعمد من خيرة حلفين السوق مرة يتفوه أمامها، وكاد يقال له تشري لأسرته كاملة، هي تدافع عن أهلها وهو يقول لها لكم ويش تردوني، وكان يقال موضوع خيب. على كل حال قلت لهم أنا ما غاديش ندير هادشي، قالك سير الرباط. الولاية ما جاوبتنيش، السيد باش تفهم وعدني، لكن أنا صارت مطالبي كثيرة. شفت هذوك الأرامل وهذوك الأيتام وكلمت محاميا اطلع على الملف، قال لي الملف هذا جيد وفي معلومات مفيده والسلطه كتستثمر السوق، لكن المعلومات اللي عندك كبيره. ما دام هذه المعلومات عندك راه اي بلاصه طعنتي فيها وهي ما كايناش غادي بحكم محكمه خرجت. شوف شي ناس يكونوا مقهورين من هذا الايتام ومن هذا الارامل ودخلهم البلاصه اللي خرجت، تدخل لها وحده من هاد المحرومات ولا محرومين. شفت واحد هاد الناس وصلت 38، وهاد جوج الناس كلهم جوج الناس داو اكثر من 88، وانا مسؤول على هذا. دا عطاوني وكالات
وانا كنبغي في جميع الاماكن التي يمكنها تنصفهم. عندما لم يسمع الي احد في مراكش ذهبت الى الرباط وزارة الداخلية مرتين وملحقة وزارة الداخلية مرة وإدارة لا يجب أن نذكرها. فكانت الاستجابة بحدى الإدارات بأسرع ما يكون وبحثت بحثا استطلاعيا وميدانيا على هؤلاء وما يفعلون هؤلاء وأشنا هي المهن ديالهم وشو من يتفرج في السوق. وتوصلوا إلى نتيجة أنهم بينهم صغير تقار فيهم اللي ما كيعرفش اللغة العربية. وأنا فرحان بهذا. بقى في المغرب ناس شرفاء اللي كيحبوا وطنهم ويحبوا مالكهم ويحبوا بلادهم. مطالبي وجه ندائي إلى جميع السلطات اللي كان الأمر في مراكش اللي تبحث من جديد وتتحقق وتشوف الكلام هذا صحيح وماشي صحيح. وأوجه ندائي ثانيا للأستاذ الغلوسي، نعطيك ما يفيد، مليار سنتيم سرقوا جوج الناس وهو المسؤول، نعاقب بما يعاقب هذا القانون. هذه بلاد ماشي يجي يقول، عندي ما يثبت. نعطيك ملف شائك، لا تستصغروا السوق، فقد سرقت المبادرة الوطنية بجواركم.